بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان
يا أيها
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك الذي
صدق.